اتضايقت قوي لما ما لقيتوش، وطلعت زي المجنونة. انت مشوفتهاش كانت عاملة ازاي؟ وين راحت؟ اكيد راحت تدور على فيصل في بيت اهله. استاذ نواف انا عايز اقولك على حاجة، انا بشتغل مع دايرة من ايام جوزها الله يرحمه، بصراحة انا عمري ما شفتها في الحالة دي، وانا خايف عليها قوي يا استاذ نواف. انا مش عارفة هي متمسكة بالولد ده ليه. فيصل ما يبي يشتغل معاك، بس خلاص هدي، ترى مو غصب. مو شغلك فيصل، وين فيها الحين؟ مثل ما طلعتيه من المستشفى المره الماضيه، اكيد انت خاشيتها الحين. اكيد ما راح يكون معي وانا عايشه بروحي. انت ليش تبين تعرفين؟ ايش تبين منا بالضبط؟ مو شغلك فيصل وين الحين. مرام تحبينه دانا؟ اي احبه، واحبه بصدق مو مثلك. ومين قال لك اني ما احبه بصدق؟ لاني اعرفك واعرف اشكالك. انت تحبين فيصل لشكله، لشبابه، لصورته. وانت شنو تحبين فيه ان شاء الله؟ لا، انا احب فيصل لنفسه، احب فيصل لروحه، احب فيصل المجرد. وهذا الحب انت ما تفهمينه، ولا في امل اصلا انك تفهمينه. وخطيبك نواف واختك زهرة، اللي قاعد يصير هذا كله مو طبيعي دانا. بس خلاص هدي الريال، فيصل مو قدكم ولا عالمه من عالمكم. ايش تبون فيه؟ لا تجننونه وتعذبونه. فيصل انسان مسكين، انسان بسيط، وترى صح لا انا ولا هو نفهم اللي تقولونه، بس هو يفهمني وانا افهمه حتى من غير ما نتكلم. الله يخليك، بس خلاص هديه، خلوه يعيش بمستواه في عالم اللي هو يحبه مع الناس اللي يفهمهم ويفهمونه. انتوا ايش تبون انتم؟ الحين كل من يسأل عن فيصل فجأة فيصل صار مهم؟ موجود ولا مو موجود؟ مو موجود، ولا هو بينا ولا تسأل عنه. يلا